أمنيا أحصت مصالح أمن ولاية البيض منذ بداية تطبيق إجراءات الحجر الجزئي بالولاية 350 شخصا مخالفا لها، وحجزت 50 مركبة حولتها إلى المحشر. وينظم رجال الأمن يوميا خرجات ميدانية عبر الشوارع وأحياء المدينة لحث المواطنين على التزام بيوتهم، خاصة بين 7 مساء و7 صباحا، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا. محمد بن هرقال. تم توقيف خلال هذه العملية منذ تاريخ 5 أبريل إلى يومنا هذا 350 شخص مخالف و50 مركبة ومجموعة من الدراجات النارية. كما ندعو المواطنين من خلال هذا المنبر الإعلامي إلى الالتزام داخل بيوتهم والبقاء داخل المنازل، وهذا من أجل الصحة العامة. وكذلك ندعو المواطنين كذلك خصوصا فئة الشباب إلى عدم التهور والخروج بعد الساعة 7 إلا الحالات الاستثنائية.